نصيحة بقى اللي قالها لك أستاذ إسماعيل عبد الحافظ وحافظها ومش قادر تنساها، وعايزين برضو نعرف إيه الفرق ما بين المخرجين دلوقتي. أنا مش عايزة أعمل فرق بس يعني لا، ما سيبك بقى، مش خلاص. اصل هو اصل ده زمن وده زمن. بس ف لا في مخرجين في طبعا، لا وفي، ما هو في ناس طالعه كويس كتير، بس يعني مش عايز اقول اسامي عشان ما ازعلش حد خلاص مني. يعني النصيحة دايما مش انما هو النصيحه الرئيسيه لمخرج الشعب اسماعيل عبد الحافظ: الالتزام بالمواعيد والمذاكره، المذاكره المذاكره المذاكره. اللي بيسعى وبيقعد يشقى ويذاكر في الشخصية ويحفظ شغله ويعمل الحاجات دي لازم ربنا بيكافئه. ما دي ما فيهاش يعني، هي دي الحكاية. أصل يستحيل يتساوى اللي بياخد الدور ويروح يمثله كده على الهوا باللي بيقعد يذاكر عشان يعمل بداية ووسط ونهاية ولبس وشخصية وماشية ورايح الموضوع عنده حكاية كبيرة.